حلوة قوي التمثيلية اللي انت عملتيها يا هنا، حلوة قوي. كل ده عشان ايه؟ عشان تلفت الانظار ليكي وفي الاخر احنا بتضحك علينا مش كده؟ انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ واقفين بتتفرجوا على التمثيلية؟ كل واحد فيكم يلا يروح يتقال يشوف شغله. قلنا يا حبيبتي معلش انا لازم امشي دلوقتي، هجيلك الاسبوع اللي جاي زي ما اتفقنا عشان نخرج. انا معاكي يا حبيبتي مش هسيبك. خليكي ماما يا نورة. يلا سيبي خالو دلوقتي هيرجع تاني. يلا حبيبتي. عمر بالراحة عليها شوية. الحمد لله انها بخير. باي باي. باي يا احمد. استنى يا حبيبي راح فين؟ على فكرة أنا مستحمل دلعك ليها ده من زمان قوي، عارفة ليه؟ عشان محدش في يوم من الأيام يقول البنت الغلبانة المسكينة جوز أمها هو اللي بيعذبها، وإنها مش لاقي أي حد يحن عليها بعد ما باباها مات. بس اللي أنت بتعمليه ده أكبر غلط في حياتك. أنت كده بتضريها مش بتنفعيها. الموضوع زاد عن حده قوي يا حبيبة. فبدل ما بدلعك بقى تعوديها إنها تكذب وتعمل الهبل اللي هي عملته النهاردة ده، لازم تعاقبيها. تبقي شديدة معاها. عشان على الأقل تتعلم حاجة عدلة في حياتها، بدل ما المرة الجاية نلبس كلنا قضية إزعاج سلطات بسبب لعب العيال اللي هي بتلعبه ده. حاجة تعرف. تعالي يا حبيبتي ما تخافيش، تعالي.